فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله في درس سابق أن المرأة لا تقطع صلاة المرأة بالمرور قطعا حقيقيا وإنما بالمعنى، يقول ما المراد قطعا معنويا؟ الثواب يعني، والأجر، قطع الثواب والأجر. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.